لحقت على كل أسئلتك، رح نبعتهم لايف. هلا بدر، يا هلا والله. ثانك يو اليوم على وقتك. بعرف أنا كان المفروض ساعة بس أخذت لك أكثر من ساعة، أولو لكن لا يهمل. نرجع لموضوع الموضوع الطبي اللي أنا بشدد عليه، نحن كنا حابين نحكي فيه بلايف ثاني لأنه الموضوع طويل. حابين نحن نتداول الفكرة بين بعض ونرسلها لأكبر عدد ممكن، لأكثر من دولة، ونتناقش فيها ونحاول نوصل لحل ممكن هذا الشيء يساعد، إن كان في مشكلة الكورونا بالفيروسز بأمراض ثانية ثالثة ورابعة. وأنا عارفة إنه أنت لو الموضوع بيعني لك ما كنت بحثت فيه ودرست فيه وصلت لهالمرحلة هي. شو اللي بينقص؟ اعتقد ان الموضوع غير مطروح، يعني غير مطروق. ماي صوت واضح او في كان في سبب؟ صوت واضح، شو اللي بينقصك فيه بدر للمشروع لحتى يشوف الضوء؟ لا، هو يعني اول شيء هو موضوع خليط بين ميكانيكا السوائل، يدخل بالموضوع، يحتاج مختصين بميكانيكا السوائل، ويحتاج برامج مختصة في محاكاة السوائل. واحد نحتاج مختبر اللي عملت مختبر عندي أنا 7 سنوات، أخذت دورات عند جون ستيوارت، هو اللي مبتكر السيمسكوب في بريطانيا. هو أخذت دورات كمان في ليون فرنسا على نفس الموضوع. الموضوع محتاج إلى عقول للعصف الذهني، يعني من مختلف التخصصات. يعني محتاج والله شخص طبيب انا استشيره بالفكره الفلانيه بالموضوع الفلاني. يعني انا اشتغل مع الفريلانس اونلاين، freelance.com، upwork.com، researchgate.com، بس هاي كلها بمقابل فلوس. يعني انا ادفع من جيبي فقط لتاكيد او نفي معلومه معينه، او لاختبار فكره معينه، او لعمل دراسات او جمع دراسات. فانا قاعد احس ان المشروع اللي انا شغال فيه يحتاج الى مركز دراسات، مش شخص واحد. شخص واحد راح ياخذ عمره كله على المشروع هذا ويخسر ماديا ويخسر وقت، وهو ما انتج الا مشروع واحد. لكن اذا في جروب، في طاقم عنده شغف، بالعكس انا الموضوع مش باسمي، ممكن الكل يشارك بالمشروع هذا، حيث أنا أتفرغ لمشاريع ثانية كمان. هلا انا رح اوجه دعوه للاخصائي اخ عزيز وغالي علينا اسمه ياسر قسر، موجود في الكويت. هو بيعالج في الاعصاب عن طريق الاعصاب، هو على فكره ما له دكتور، هو اخصائي. طبعا الحاجه خلته يتعلم ويعرف مصدر كل مرض وكيف يعالجه او كيف يحد من الخلايا من انتاج هاي الامراض. انا من الناس اللي كنت عنده مريضه وتعالجت الحمد لله، وعندي والدتي واكثر من شخص. هو مهندس أساساً، ولكن إثبات الحالات اللي مرت عنده والحالات اللي شفيت، إن كان زهايمر، إن كان تقليل الخلايا السرطانية عند الأشخاص اللي دائماً يعودون الكانسر، زهايمر، مرض السكر، مشاكل الآلام القلب الظهر، حتى يتنبأ بالأمراض اللي هي عم تجي للشخص من مواضع آلام معينة. أنا حوجه له دعوة وأجمع بينكم، وإن شاء الله أنه تبحثوا الموضوع مع بعض أكثر. وهو كمان في عنده مراكز بالكويت وخارج الكويت، صار في كتير عم بيحاولوا إنه يكبروا الفكرة عنده، لأنه حتى هو مو طبيب، والأطباء أحيانا تحارب هاي الموضوع. في طبيبين مأمنين بفكرته لأنه فعلا شفى ناس كثير، فممكن لما أنتوا تجتمعوا مع بعض وتحطوا أفكاركم مع بعض ممكن نوصل لشي وجهة نظر مثبتة علميا، لحتى يصير فيها لما نقول استثمار يكون استثمار مبني على حلول جذرية للأمراض. صحيح. أنا بس بنوه المعلومة أو لحقيقة ثابتة أن الإضافة على المجالات